وادي الأرصاد بتشهد اليوم طقس حار رطب نهارا ومطار رعدية بحلايب وشلاتين، العظمى بالقاهرة 36 درجة. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا ما زلنا يعني في استقرار، مش هنقول في ارتفاعات، لكن نسبة الرطوبة هي المرتفعة، وده اللي مدينا إحساس أكتر بحرارة الطقس. هو طبعا بالفعل يمكن معظم المحافظات الشمالية بتشهد استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، ويمكن اليوم تحديدا في ارتفاعات طفيفة جدا في قيم درجات الحرارة، هتكون أعلى من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة بحوالي درجة لدرجتين، واللي فيها العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 36 درجة مئوية. لكن طبعا عندنا بالفعل كمان ارتفاع كبير في نسب الرطوبة نتيجة تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط. نسب الرطوبة بتتجاوز 95% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، القاهرة الكبرى والوجه البحري بتتجاوز فيها 85%، فبالتالي ده إحساسنا بقيم درجات الحرارة هيكون ما بين 39 درجة مئوية، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى، لأن نسب الرطوبة العالية بتزود إحساسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة بمعدل من درجتين لأربع درجات، باختلاف طبعا نسب الرطوبة من محافظة لمحافظة. فبالتالي أجواء فترة النهار هتكون أجواء ما بين الحرة الرطبة في المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترات النهار وتحديدا كمان في وقت الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. كمان في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن عظمة الرطوبة ونسب الرطوبة العالية بتكون فترات الليل، عشان كده فترات الليل بتكون أجواءها مائلة للحرارة الرطبة في معظم المحافظات، خاصة كمان إن سرعات الرياح مش عالية بشكل كبير. لسه كنت أقول لحضرتك الجو فعلا بالليل مبيبقاش فيه نسمة هواء، يعني محتاجين حتى كده رياح بسيطة كده تخلي الجو حتى بالليل يكون ألطف شوية. بالفعل يمكن هي الفترة دي تحديدا وتحديدا اليوم يعني سرعات الرياح معتدلة بشكل كبير، يعني ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعة، ده مش هيساعد بشكل كبير ان احنا نحس بقيم درجات حرارة اقل بالفعل. انا ببقى عارفة وانا جاية الفجر ان ما فيش الجو ده. بنحسها لو احنا لقينا بعض نسمات الهواء اللطيفة بنحس معاها بانخفاض قيم درجات الحرارة. طبعا مع هدوء سرعات الرياح ووجود نسب رطوبة عالية في الجو، الظاهرة الجوية المؤثرة في شمال البلاد هي الشبورة المائية. شبورة مائية بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومعها انخفاض في الرؤية الأفقية في فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس، يعني احنا نقدر نقول من الساعة 8 صباحا الشبورة المائية تختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. وطبعا في مستمر معانا فرص الأمطار اللي بدأت في محافظات الجنوب، مستمر معانا اليوم أيضا فرص الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب، شلاتين، ابو سمبل، محافظه الوادي الجديد، وطبعا عشان هي امطار رعديه اكيد هيكون معاها نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه، فممكن الاماكن كمان اللي هيكون فيها سقوط امطار يكون في بعض الاتربه والرمال. هل يا ترى هي يعني قويه وشديده زي ما قبل كده الفتره اللي فاتت، ولا هي برضو معتدله شويه؟ لا، هي ان شاء الله تكون اقل من اللي احنا شاهدناها خلال الفتره الماضيه، لان احنا الفتره الماضيه تقريبا من حوالي اسبوعين او 10 ايام شاهدنا سقوط امطار ادت لتشكل السيول في بعض الاماكن، نتيجه ان كانت في استمراريه لسقوط الامطار بشكل كبير، يعني احنا قعدنا تقريبا اكثر من 12 يوم استمرار سقوط امطار، وكانت كمياتها وصلت في بعض الاماكن فوق المتوسط والغزير بالفعل، لكن كميات الامطار في الحاله الجويه المره دي ان شاء الله امطار ما بين الخفيفه للمتوسطه مش مستمره معانا فتره طويله، يعني ان شاء الله مكمله معانا كمان لحد يوم الثلاث وفي اماكن متفرقه، فان شاء الله مش هتؤدي لتشكل اي سيول، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، هو بس هنخلي بالنا من تساقط الامطار ده طبيعي او انخفاض الرؤيه الافقيه بسبب الاتربه والرمال المثاره، وفقط في المحافظات الجنوبيه او المناطق الحدوديه، مش هتتقدم كمان لبعض المناطق الداخليه اكثر، يعني احنا الحاله الجويه الماضيه تقدمت لبعض الاماكن من اسوان والاقصر، هي الحاله الجويه دي ان شاء الله تبقى في الاماكن اللي احنا ذكرناها في المناطق الحدوديه مع دوله السودان نتيجه ارتفاع الحزام المداري. ان شاء الله كمان الايام اللي جايه خليني بس عايز اسال حضرتك بس سؤال مهم، لان احنا في اخر اسبوع في شهر اغسطس، وطبعا الناس كتير قوي بتتجه انها تروح يعني تبقى بتصيف، وخصوصا بعد يعني خلاص فاضل ايام بعد كده وتبدا الدراسه من اول سبتمبر، بتبدا البيوت المصريه الاستعداد للعام الدراسي الجديد، طمنيني على حاله البحار والجو خاصه في البحر الاحمر وكمان في البحر المتوسط.
خلينا نقول ان مع اعتدال سرعات الرياح اللي موجوده معانا خلال هذه الايام، ايضا في اعتدال كامل في حركه الملاحه البحريه، لان سرعات الرياح قليله على البحر، فبالتالي ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر. البحرين الاحمر والمتوسط معتدلين تماما، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، يمكن ده اليوم وكمان على مدار ال 72 ساعه القادمه. كمان المدن الساحليه المطله على البحر المتوسط بتكون هي الاقل في قيم درجات الحراره، يعني رغم ان احنا هي الاعلى في نسب الرطوبه، حتى مع وجود نسب رطوبه في الجو هي الاقل في قيم درجات الحراره حتى قيمه درجه الحراره المحسوسه، فنقدر نستمتع بالاجواء، خاصه كمان ان الاسبوع المتبقي معانا من شهر 8 او لحد بدايات الاسبوع اللي جاي مش هيكون عندنا اي ارتفاعات في قيم درجات الحراره، متوقع كمان مع نهايات الاسبوع يكون في احساس بانخفاض قيم درجات الحراره، خاصه كمان ان احنا لما نقترب من بدايه شهر 9 او بدايه فصل الخريف هنبدا بشكل تدريجي نحس ان قيم درجات الحراره بتقل، نسب الرطوبه وده اهم عامل يبدا يقل معانا، خاصه مع وجود المنخفضات الجويه لطبقات الجو العليا اللي هتحول الرطوبه وترفعها في طبقات الجو العليا وتحولها لسحب منخفضه متوسطه، فان شاء الله الايام اللي جايه نحس فيها بتحسن في الاحوال الجويه. اكيد، وعشان كده احنا بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر اطمئنان على حاله الطقس. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 36، الصغرى 27، العاصمه الاداريه 37، 26، الاسكندريه 32، 24، العلمين الجديده 32، 24، مطروح 32، 25، دمياط 33، 24، بورسعيد 34، 25، الاسماعيليه 38، 25، السويس 36، 26، العريش 35، 24، كاترين 32، 17، طابا 34، 27، حلايب 36، 29، شلاتين 38، 31، شرم الشيخ 39، 29، الغردقة 39، 30، الفيوم 38، 23، بني سويف 38، 24، الوادي الجديد 42، 28، أسيوط 40، 25، سوهاج 40، 26، قنا 42، 28، الأقصر 42، 28، وأخيرا أسوان 43، 29. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، الطقس يعني في الأجواء المعتدلة أو الأجواء الطبيعية لي في شهر أغسطس، لكن كمان بالنسبة لحالة البحار فهي مطمئنة للغاية. ممكن حضراتكم تستمتعوا أكيد بآخر أسبوع في شهر أغسطس قبل الرجوع مرة تانية للعام الدراسي الجديد والاستعدادات لي في البيوت المصرية. هرجع مرة تانية لباسانت ومصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا جزيلا دينا.